احمد انا عندي سؤال، انت عندك على السوشيال ميديا جمهور كبير وبتطلع تعمل حاجات بتضحك وكاتب مش ساخر، بعمل بكتب حاجات بتكتب اوكي وكاتب ساخر ودكتور عظام، فبتعمل مع الناس، انت كمية الخجل اللي فيك دي ازاي؟ يعني التركيبة لا على دي الهوا غريبة. بس، على الهوا مش على الهوا لكن بس. في العادي لا في العادي لا، لو خدت على الناس خلاص يعني مش واخد على الجمهور، ما هم دول هم فين الجمهور؟ ما هو بالظبط احنا الجمهور احنا الجمهور. طب احكي لي بقى على شخصية عارفة عبد الرسول، الممرضة اللي عندها القوانين الستريكت اللي ما بتهزرش، يعني هي دي شخصية يعني حقيقية انا قابلتها فعلا قابلتها قابلتها وموجودة في أي مؤسسة حكومية هتلاقي شخصية كده معينة عايزة كل حاجة ماشية مظبوط وهي مكشرة في وش الناس كلها وبتاع والكلام ده، أهم حاجة عندها الشغل يمشي ويمشي مظبوط. هي طبعا الناس ما بتحبش كده، بس هي مهمه جدا في اي مؤسسه ان في حد يبقى كده ماشي الدنيا بالطريقه دي. فهو ما بينها وبين عاطف، عاطف مكبر دماغه خالص وهي عايزه مش عارف ايه، ففي تنشنه كده على طول بينهم في المسلسل يعني. طب احنا خلينا نشوف مشهد من المسلسل، بس ركز عشان عايز اسالك سؤال مهم على المشهد ده. مشهد من مسلسل بالطو، نرجع نكمل مع الكاتب الساخر احمد عاطف. خير يا حاجه، بتشتكي من ايه؟ بعد اذنك يا دكتور هجيب دفتر الحالات من الاوضه اللي جنبني. اتفضلي يا مس حمام. كل ما باجي اكل يا دكتور بطني بتشد عليا فبتمشى على طول. معلش، ايه اللي بتشد؟ مغص يعني؟ ايوه يا ابني. فبتتمشي؟ ايوه. المشي بيريحك؟ ها، ما انا لما بطني بتشد عليا بروح الحمام اتمشى فبرتاح على طول. واشمعنى الحمام يعني؟ امال هتمشى فين يا دكتور؟ تمشي في اي حته، تمشي في الطرقه، تمشي بره، تمشي في اي مكان يعني. انا بنت عسل يا دكتور. ربنا يخليك، اصل انا ساعات كده برضو المغص لما بيمسك اكل اكله مش مظبوطه ولا حاجه اتمشى في الصاله، اخد بابا ونتمشى، الدنيا بتبقى ابسط يعني. والجماعه ما بيقولوش حاجه؟ ليه؟ ما الدنيا عندنا واسعه، كل واحد في ركنته عادي. انت صحيح بتتمشى في الصاله؟ يا حاجه في، انت مستغربه ليه؟ على العموم انا هكتب لك دواء هينظف الامعاء ويقلل التقلصات خالص. مش عايز العلاج، انا هروح اكشف في حته تانية. ليه؟ في ايه؟ لا مفيش حاجه. في ايه؟ طب ما تفهميني. مفيش حاجه يا ابني، مفيش حاجه. طب فهميني في ايه؟ مالها الست دي؟ معرفش والله، بتقولي بيجي لها مغص ايه فبتتمشى في الحمام. هو انت مش شايف الحمام دي عندكم عاده في البلد؟ مش هي دي عندنا في الفلاحين يا دكتور، يعني اسهال. يا نهار اسود، ده انا قلت لها انا وبابا بنتمشى في الصاله. يا سلام. طب الحقيقه يا ميس حلميه عشان ما تفضحنيش في البلد. لا لا يا تفضحك. انت بتضحكي على ايه؟ ده حصل معايا بجد. لا فعلا بجد. وانا فاكر التمشيه دي حاجه ايه عماله تتمشى. ده كده الواحد مش هيتمشى في حته تاني. مش هنقول هنتمشى خلاص. فالست فهمتني غلط بقى. ده المشهد ده زي ما هو كده حصل في الحقيقه. طب لا قول لنا، حتى مكتوب في الكتاب بالنص فعلا؟ طب ما تقول لنا بقى على حاجات تانيه برضو نبقى فاهمين. ما انا كده هحرق المسلسل بقى. طب حاجات طب في ايه في الاوضه؟ الاوضه؟ مش برضو كده مش هحرق المسلسل. هتقول لنا احنا بس مش هنقول بعد حد. بعد الحلقه بقى. طب اعمل معروف عن الدكاتره، الدكاتره دول ما بيشيلوش عينيهم من على الكتاب وما يعرفوش اي حاجه زي ما انت قلت. لا مين قال كده؟ يعني لا هي دي الصوره، دي الصوره اللي على طول المسلسلات والاعلام بيصدرها للدكتور. لا والله اصحابنا الدكاتره كده ما بيلحقوش الى حد ما. في ناس كده، في ناس كده، بس في ناس مش كده يعني. في ناس مش كده كتير، في ناس عندها مواهب وبيعملوا حاجات كتير دحاحين. وفي ناس يعني في كل حاجة. بس انا اللي اعرفه عن الدكتور من يوم ما بيتولد لغايه ما بيموت هو ما بيعملش حاجه غير ان هو بيذاكر. الصورة النمطية في الاعلام للدكتور نظاره، ودي موجوده فعلا، دي موجوده خلت ربنا. بس اللي هو مش عارف ايه ماشي على خط معين ما بيغيروش من ايوه، عشان انتوا عندكم دايما الطب فيه تطور وفي حاجات جديده، ولو ما لحقتهاش مش هتعرف ان انت تواكب، ولازم تعمل ماجستير وتعمل دكتوراه وتعمل دكتوراه وتعمل دكتوراه. يعني في ناس بقى بتتعمق في الحاجات دي خلاص، هي بترمي نفسها في وبتنسى حياتها وبتنسى لو هواياتها او الحاجات دي. كل واحد بقى بيوازن هو عايز يعمل ايه بالظبط.